ما هو الفرق بين الطائرة بدون طيار والدرون؟ لابد أن الجميع قد سمع بمصطلح طائرة بدون طيار أو درون، وهي وسيلة باتت شائعة بشكل متزايد للإشارة إلى الأجهزة الصغيرة عادة، والتي تشبه طائرات الهليكوبتر، ويستطيع ملايين الأشخاص حول العالم الوصول إليها والتحكم بها بسهولة. ومع ذلك هناك مجموعة من المصطلحات الأخرى المستخدمة لوصفها، والتي يمكن أن تجعل الأمور مربكة بعض الشيء. يبدو غريبا بعض الشيء استخدام كلمة درون ليس فقط للإشارة إلى طائرة صغيرة بقيمة $30 يمكن أن يتحكم بها الطفل، ولكن أيضا لوصف سلاح عالي التقنية بقيمة 10 ملايين دولار يستخدم في ساحة المعركة. هذه الأجهزة لا تخدم نفس الغرض بالضبط، فلماذا ليس لها أسماء مختلفة؟ بالنسبة للمبتدئين، كل طائرة بدون طيار هي درون، ولكن ليس كل درون هو طائرة بدون طيار. لكن إذا كنت لازلت مشوشا فمعك الحق. قبل أن نتعمق أكثر، تجدر الإشارة إلى أنه ومع تزايد شعبية الدرونات، فمن المحتمل أن تتغير بعض هذه التعريفات في المستقبل عندما تستقر إدارة الطيران الفيدرالية في النهاية على مصطلحات أكثر تحديدا. هذا ليس شيئا سيئا، حيث أن الدرونات هو مصطلح شامل للغاية، بحيث يصعب على الأشخاص في مختلف الصناعات الاتفاق على تعريف محدد له. ولكن في الوقت الحالي، إليك شرح موجز للمصطلحين الأهم لمساعدتك في فهم ما تعنيه وما هو الاختلاف إن وجد بينهما. أولا، الدرونات. بينما يدفع مصطلح الدرون معظم الناس للتفكير في طائرة بدون طيار يمكنها الطيران بشكل مستقل، أي بدون سيطرة بشر، يمكن استخدامه في الواقع لوصف مجموعة متنوعة من المركبات. على سبيل المثال، هناك مركبات بحرية مثل الغواصات، أو مركبات برية مستقلة بذاتها يتم احتسابها أيضا ضمن التعريف المحدد للدرونات. بالطبع، يشير الاستخدام الأكثر شيوعا للمصطلح إلى طائرة يمكن توجيهها عن بعد أو بشكل مستقل. ولسوء الحظ، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتفق عليه معظم الخبراء في هذا المصطلح هو أن الدرون لن يكون فيه طيار بداخله. الطائرات بدون طيار UAV هي مركبات جوية بدون طيار قادرة على الطيران عن بعد من خلال وحدة تحكم أو جهاز لوحي أو بشكل مستقل. إذن هي بذلك كالدرون، أليس كذلك؟ حسنا، في الأساس نعم، غالبا ما يتم استخدام المصطلحين بالتبادل، ويبدو أن الدرونات قد انتصرت في الوقت الحالي بسبب استخدامها في وسائل الإعلام والأفلام والتلفزيون. لذلك إذا كنت تستخدم نفس المصطلحات في الأماكن العامة، فمن المحتمل ألا يوبخك أحد إلا إذا كان يعتبر أن الـ UAV ليست درون، وهذا ليس صحيح تماما. ومع ذلك، يعتقد العديد من المتخصصين في هذه الصناعة أن الطائرات بدون طيار لها قدرات طيران مستقلة، في حين أن الدرونات معتمدة بالكامل على البشر. لذلك فإن جميع الطائرات بدون طيار هي درونات، غير أن العكس لا يجوز، ولكن في الوقت الحالي يمكنك استخدام العبارة التي تناسبك أكثر.